هقول لك وصفه هايله لتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر، بس كل اللي انت محتاجاه 3 مكونات. اول مكون معايا الحلبه، بعدين معايا زيت جوز الهند وزيت الجوجوبا. كل اللي محتاجاه من الوصفه ديت ان انا اخد 4 معالق من الحلبه، الاربعه دول هنحط عليهم ميه مغليه وهسيبهم ليله كامله. انا جبت الحلبه بيبتها ليله وده هو شكلها، كترت ونفشت. انا هاخدها واحطها في الهاند بلندر. انا بعمل الخلطه عشان اخد احسن حمام كريم بيتباع بره غالي جدا، وفي كل الصيدليات حمام كريم زيت الحلبه معروف للشعر جدا وبيتباع باسعار خياليه. انا جبت الحلبه بتاعتي المنقوعه ومعاها شويه ميه وهحطهم في الهاند بلندر. انا هجيب 5 سنتي تقريبا قطاره من زيت الجوجوبا، و5 سنتي من زيت جوز الهند، من 5 ل6 سنتي تقريبا. وهضربهم في الهاند بلندر. ده هيكون شكله وكمان ملمسه حلو جدا وناعم جدا، وهيكون هيرطب شعرك جدا جدا جدا. ده الوصفه دي لو استخدمتيها مرتين في الاسبوع لمده شهر واحد هتحسي بنتيجه وشكل مختلف جدا لشعرك. جربيها ومش هتندمي.